طلعنا على شهادة بتاع السيد عبد الكريم سبيدي اللي تم استماع الشهادة بتاعه بتاريخ 24 أوت نهارين بعد جلسة الاستلطاف الأولى. كما قلت يعني بالنسبة لي فماش فرق كبير بين شهادته وشهادة السيد شهيد عمار، ربما فما أي نوع من التضارب في بعض المعلومات تخلي الحقيقة ربما المحامين نجموا يعني يخوضوا في المسألة هذه، ولكن بالنسبة لي مازلت متمسك بنفس الأقوال بنفس المواقف. ربما زدت وضحت اكثر بالنسبه لي ما عبرت عنه كخيانه الدوله، وفي الحقيقه توصيف سياسي مانيش يعني قاصد لا التخفيف منه ولا يعني ربما خلينا نقولوا تهويل، ولكن بالنسبه لي متمسك بنفس الاقوال. اللي صار هو قضيه خيانه الدوله، لانه في تسليم بغدادي محمودي كان فما هناك تجاوز لاركان الدوله. اركان الدوله هي شنو؟ هي الحدود، هي رموز الدوله، رئيس الجمهوريه هو احد رموزها، وعدم اعلامه هو بالنسبه لي خيانه الدوله. هذا هو اللي صار. انا في رايي انه هالقضيه هذه هي قضيه سياسيه بالاساس. السيد رشيد عمار كيما سي عبد الكريم زبيدي يقولوا اللي انا زجيت بالمؤسسه العسكريه في متاهات وفي مناورات سياسيه، انا في ظني انه الحكومه ببيان الذي اصدرته يوم 20 جويلية واللي يعني تتوعد فيه بتتبعات هي التي زجت بالمؤسسه العسكريه في هذه التجاذبات السياسيه. انا كل ما فعلته هو اني يعني وضعت اصبعي على اخلال بواجبات عسكريه، اخلال بواجبات سياسيه، وخلينا نقولوا ضرب لأحد رموز الدولة اللي هو رئيس الجمهورية. أنا لا أدافع على شخص نصف مرزوق، ولكن أدافع على مؤسسة رئيس الجمهورية اللي هي أحد أركان السيادة في تونس. وأنا نظن بكل صراحة يعني للأسف أن رئيس الجمهورية يعني اليوم خذل الدولة لما رفض إقالة عبد الكريم زبيدي وإحالة السي رشيد عمار إلى التقاعد باش يمشي يرتاح على روحه. وللاسف يعني انا نظن انه اللي يخذل الدوله واللي ماهوش قادر على تحمل المسؤوليات كيما هذه واخذ القرارات الشجاع ما عليه كان يخلي بقعته للسفر. يا عمار يا حسين، يا عمار يا حسين، هاي جاتك الرساله، هاي جاتك الرساله. احنا نستناو في الرد على قرار التحجير نتاعه والطلب اللي قدمناه. دونك زاد ثبت مرة أخرى أنه الناس الكل كانت على علمها إلا رئيس الجمهورية، وأنه القرار غير قابل للتنفيذ لأنه ما وقعش نشره في الرائد الرسمي في الأجل القانوني. كل ما نزيدوا نقدموا كل ما تزيد تغرق الحكاية في جانبهم هما مش في جانبنا احنا. يا سيدي بلادي عبر الجبال، يا سيدي بلادي عبر الجبال، وين تتلاقى ندادي على الساحة رجال. احنا متمسكين باللي القضية هذه قضية رأي ولا هذه طبق. القانون الجزائي العام سواء عسكري ولا عدلي لا ينطبق على القضيه هذه. حاليا توا في المحكمه العسكريه في تونس. والله اليوم كما تعرفوا القضيه التحقيقيه مؤخره لمواصله الابحاث، اكتشفنا اليوم انه السيد قلم التحقيق استمع الى شهاده متضرر ثاني في القضيه وهي شهاده السيد عبد الكريم زبيدي وزير الدفاع الوطني، واللي تقريبا مضمونها بصفة برقية ما اختلفش كثيرا عن مضمون اللي تمسك به السيد رشيد عمار، واللي متمسكين صلبها باعتبار منوبي ذكر عبارة خيانة عظمى توصيفا لواقعة تسليم البغدادي المحمودي، واللي كلها تقريبا معطيات مجانبة للواقع ومجانبة حتى للقانون. اللي فاجأنا أكثر هو الوثيقة أو مؤيد إدانة إضافي قدمه السيد عبد الكريم سبيدي والمتمثل في أمر التسليم الممضى من طرف السيد رئيس الحكومة السيد حمادي جبالي، والأمر هذا بقطع النظر على التأويلات التعليه اللي ما زلنا نعتبره بأنه أمر مش فقط يعني سابقة في تاريخ الأوامر التونسية اللي من المفروض حسب مقتضيات 324 مجلة الإجراءات الجزائية تصدر باسم رئيس الجمهورية، هذه سابقة خطيرة جدا، أمر يصدر برئاسة الحكومة وكأني ما عادش في حرم دولة قانون ومؤسسات ولنا في حرم دولة استعراض العضلات. وزير الدفاع أعطى إذن كتابي لرشيد عمار أنه يمثل المؤسسة العسكرية وفق الفصل 91 مجلة مرافعات العقوبات العسكرية. لا 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 لا, لا وجود دائر من بين الطلبات اللي طلبناها باعتباره أنه فتكم بالحديث قرار التسليم، أمر التسليم الممضى من طرف السيد رئيس الحكومة الحالي في فصله الأخير، فصله الثاني في زوج فصول، فصله الثاني ينص على أنه كل من وزيري الداخلية والعدل مكلفان بتنفيذ هذا الأمر. فبناء عليه اعتبرنا وأنه واقعة التسليم
كفعل مادي تمت من مطار العسكري بالعوينة، وعليه طالبنا بالوثيقة القانونية وبالسند القانوني التي استعمل بمقتضاها مطار العسكري بالعوينة اللي هو شئنا ما بين تحت إمرة وزارة الدفاع الوطني، اعطيونا السند القانوني. طالما وزير الدفاع ماهوش مكلف بتنفيذ هذا الأمر، اعطيونا السند القانوني اللي على أساسه استعملت القاعدة العسكرية بتاع العوينة لتنفيذ واقعة التسليم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية والله أتيحت حتى الفرصة، ولهنا شيء حزن وشيء بكر أهو، على أساسه أن الفصل اللي ذكرته سيادتك 91 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية اللي فيه تهمة المس من الجيش وتحقير الجيش، وفيه كذلك تهمة تحقير العلم. يا عمار فيك فيك، يا عمار فيك فيك، رعنا فوقنا بالتلفيق، رعنا فوقنا بالتلفيق، يا رشيد فيك فيك، يا رشيد فيك فيك، نحنا فوقنا بالتلفيق.